لكن كمان على مستوى الصحافة العالمية. نروح سريعا مع المحترف نشوف الصحافة العالمية قالت إيه في المحترف. طيب نبدأ حلقتنا سريعة، ناخد أخبار سريعة يمكن جزئين أو ثلاثة. نبدأ بطبعا أخبارنا أو جولتنا الصحفية في أسبانيا. ماركا الأسبانية ركزت على تعادل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الأسباني، والجدل بشأن ضربة الجزاء، والجريدة كتبت لقد اخترعوا ضربة جزاء. سبورت الأسبانية ركزت على تعادل ريال مدريد وجيرونا وكتبت شكرا جيرونا، واهتمت الصحيفة كمان بليفاندوفسكي في برشلونة وكتبت ليفاندوفسكي قاتل شامل. تحدثت الصحيفة كمان عن بداية برشلونة في الدوري تحت قيادة الفنية تشافي، وكتبت تشافي يوقع على أفضل بداية للفريق بالخمسة مواسم الأخيرة. فرنسا سريعا قبل ما نطلع فاصل نروح نشوف الصحف الفرنسية قالت ايه، والليكيب الفرنسية اللي ركزت على فوز ليون على ليل 1-0، واهتمت بفوز كمان رين على مونبلييه 3-0، وكتبت غضب شديد في رين. كمان الصحيفة اهتمت بوضعية مارسيليا بعد النتائج السلبية الأخيرة، وكتبت مارسيليا تحت ضغط كبير. دي كانت الصحف العالمية معانا هنا في المحترف. نروح فاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا النهاردة الناقد الرياضي المتميز إيهاب الجيل.